كل واحد هطلب منه انه يجيب حاجه سواء من معاه او من الجمهور، وانتوا تساعدوهم جدا باخلاص، و20 ثانيه وهنشوف مين اللي هيجيب ثلاث حاجات في اقل وقت. عمرو يوسف في 20 ثانيه طلع لنا عمله فضه. يلا يا جماعه اديكوا سمعتوا. ايه ده انت جاهزه ازاي كده؟ يا سلام، وريها لنا كده يا استاذ، وريني كده يا استاذ، دي عمله فضه ولا مش عمله فضه؟ لا في ورينا يا عمرو انت جبت. انا تقريبا خدت بالي انها عمله. طب عمله يعني مش ماشيه عمله، انا خدت بالي انها فضه. افتح افتح ايدك يا عمرو. هي دي واحده انا كنت متقدم لها. انت نصاب دولي. غالبا غالبا اكتشفت النهارده ان انا اتجوزت فبترجع لي. دولي بتقول لك عمله تديني خاتم ليه؟ على فكره هو العيب مش عليها، هو العيب عليك اللي انت اخدته وكمرته. انا قلت هيمشي بس انت طلعتي متركزي قوي. عمله فضه في 20 ثانيه. يلا يا جماعه وراها اهو. الله جت اهي العمله الفضه. برافو. عملتين فضه يا سلام في اقل من 5 ثواني. شوف الحلال مفيش احسن منه. ايوه اديني اكتشفت. المخرج بص اللي عند عمرو ما بيضيعش. يلا يا شباب صح. المخرج كريم في 20 ثانيه تجيب سلسله مفاتيح. يلا حبيبي هات. ايه ده ايه ده ايه ده انتوا مظبطين مع الناس ده؟ ده زي ما كل الناس قاعده مجهزه. برافو والنبي برافو عليك. انا ليه ما لقيتش حد يقف جنبي كده؟ ما لقيتش حد يقف جنبي زي ده في ثانيه. ده انت والله ما كسرت ثانيتين. شفتي بقى؟ طيب يسرى ها ساعه ساعه اهي معاكي ساعة. ده ساعات، ده ساعات بتتحدف عليها. ده ساعات بتتحدف. لا يا ده كمان ايه ده ايه ده؟ اهو خد. انا جبت الساعة دي دكتورة بجد. دي قلبت الناس كلها. قلبت منطقة كلها. قلبت الناس كلها. لا يعني والله العظيم كفاءة. هنرجع الساعات ولا انا ايوه لا لا هنرجع. شكرا يا شباب. لا لا دكتورة دكتورة. طيب هنطلع ليفل أعلى شوية. لا دي لعبة صعبة قوي دي يا مولانا. هنطلع ليفل أعلى شوية. عمرو يوسف محفظة في 20 ثانية. الله بيقولوا لك بلاش دي مني حاجة. لكن أنا خلاص كده وديت الحلقة خلصت. مالكش حاجه عند الحاج احمد خلاص. حلو كده. مين الاولاني والله العظيم انتوا دي انت دي وادي واحد ادي اتنين قدام الكاميرات اهو عشان ما تقولوش ايه سرق حاجه. طب والله العظيم تحيه للجمهور. برافو يا جماعه والله انتوا هايلين. يا كريم السبكي في 20 ثانيه صباع روج. صباع روج يا انا عارف انا رايح فين. بقول لك ايه الناس دي جايه معاك بس مش معقوله السرعه يعني. ايه السرعه الفظيعه دي؟ مش معقول. وانت الصباع الروج جاهز معاكي يبقى برافو. لا يعني هايلين. تعالي خدي يا حبيبتي صباع الروج عشان ايه. طيب يسرى احنا بنصور طبعا بالليل. اوكي تفتكروا يسرى في 20 ثانيه تقدر تجيب نظاره شمس؟ يلا سلام يا سلام. نضارتين. يا جماعه اللعبه دي كلكم فايزين. يعني هو مش يعني مش عارف مش عارف انت عايز حد فينا يتفوق على التاني؟ لا احنا فريق واحد. فريق واحد. لا هو مش فريق واحد. انتوا عصابه بجد. انتوا عصابه شيء بجد. بشكر انتوا ناس جاهزه. لا عايزين لا تستمروا طبعا صح؟ لا خلاص بقى. بص دول بص الناس بتحب اللعب زي عينيها. بس عايز اقول لكم على حاجه. انتوا كده هي في اللي جايه هتقول لك طلع الارنب من الطاقيه. محدش فيكم معاه ارنب اكيد. طلباتها تبقى صعبه.